يعمل حفله كويسه بشيء كويس من غير اي حد حرام. يعني انا فضل في ناس يا جماعه بيعتبروا ان الفرح الاسلامي ده يا عم ده ناس هتوفر بقى وخلاص وحاجتين ايه على الفاضي وخلاص. لا انا فضل الله انا كنت في فرحي. على فكره الناس ما تعرفوش ان تكلفه الفرح الاسلامي الضعف على فكره. انك بدل ما بتأجر قاعة كنا مرغين قاعتين فاهم الله، بدل ما يوالبوا فيه لا يجبلوا فيه فاهم الله، والناس تبقى هنا مبسوطة، الستات براحتها فاهم الله، واحدة مثلا لا الستات براحتها فوق فاهم قصدي، بمعنى ان هي شايلة هم ان الراجل بيبص عليك او الكلام ده، الرجالة براحتهم تحت، ده مبسوط وده مبسوط فاهم قصدي، وفرح جميل جدا. والاهم من كده بيبقى ربنا مبسوط، الاهم من كده بيبقى ربنا مبسوط. اكرم الله يا جماعه، يعني في دكتور في طب بدون ذكر اسماء كان عامل فرحه ب 70,000 جنيه. فرحه لا ده طبعا ده فرح 70,000 جنيه، ومطربين وناس وكذا وكذا وقاهره وبتاع. ليله الفرح حصل شكل ما بين الاهلين زي يعني ربنا يعافينا كلنا. فالفكره انك لازم زي ما انت بتفكر في انك تكون فرحان ومبسوط، لازم تهتم بان ربنا سبحانه وتعالى يكون فرحان ومبسوط. ده اهم حاجه ان ربنا يفرح بيك ماشي، عشان نبقى عارفين احنا هنعمل ايه بشكل منظم ان شاء الله. قلنا احنا في البدايه هنفتتح ان شاء الله بخير افتتاح الاطلاق للحفله ان شاء الله بايات سوره من القران الكريم من زمايلكم هنا ان شاء الله. بعد كده ان شاء الله هناخد تكريم الطالب المثالي والطالبه المثاليه ان شاء الله، وهنقول الكرايتيريا والمواصفات اللي احنا مشينا عليها عشان تدفع عليك كده فكري تبقوا عارفين ان شاء الله ايه موضوع الصفات اللي احنا بنقولها. لان فعلا يا جماعه من وجهه نظري يعني ممكن حد يقول يا دكتور ما المفروض الاوائل الاول وبعد كده الطلب السليم في الاخر. لا اعرف يا دكتور انك بجد بجد موضوع ان الاخلاق والاجتهاد والالتزام حبيبي تنورنا والله يا حبيبي. فان بجد ممكن يكون الالتزام الخلقي والكلام ده من افضل ما يكون من افضل ما يكون. فاحنا هنتكلم ونقول مين الطلبه المثاليين واحنا اخترناهم على اي اساس، وعشان نشارك كلنا مع بعض يا جماعه يبقى في انتراكتيفيتي كويسه ان شاء الله. هيبقى في كلمه للطالب المثالي ونصيحه لزمايله او وجهه نظره او كده، وكلمه للطالبه المثاليه من غير احراج ولا حاجه. على فكره يا جماعه احنا ما احناش في حفل فورمال فاهم قصدي؟ احنا ما احناش في مكان ان احنا في حاجه اساسيه او جامعيه او كده، لا احنا في فن حاجه فاني وسيمبل خالص فاهم قصدي؟ كلنا براحتنا قاعدين براحتنا خالص فاهم قصدي؟ ومفيش اي مشاكل خلاص؟ فعايزين نتكلم براحتنا، واليوم ده بتاعنا احنا مفيش حد قايلين ان احنا نعمل حاجه او فرض علينا حاجه، لا احنا قعدنا زي ما انتم شايفين خلال الايام اللي فاتت على الجروب بتاعتنا على الفيسبوك، كنا قاعدين بنظبطه وبنقترح ومع حبيبي مصطفى سلطان ودكتور هشام فوزي ودكتوره فاطمه ودكتوره غاده والناس، بنحاول نشوف طب ايه اللي انتم عاوزينه عشان يبقى الشرح هو اللي يفرض رايه وكده. احنا بنقترح مع بعض حتى صورت المخ ما فيش ناس خلاص ليه؟ والله لا انا بقول لك فالفكره ان الايام بعد ان بعد كده هنطلب الطالب ان شاء الله يا جماعه، ثم بعد كده التكريم العشر الاوائل على طول، يعني بدل ما نخليها للاخر هنخليها في الاول عشان الناس المستعجله وكده عشان ما نطولش خلاص. فهيبقى ان شاء الله تكريم العشر الاوائل يا جماعه، ثم اهم واغلى الامتيازات واحمد الى قلبي على الافراح ان شاء الله خلاص. ثم بعد كده عشان قبل ما حد يمشي او كده هنقدم فقره الصور الجماعيه، ان احنا ان شاء الله نصور صور جماعيه مع بعض ان شاء الله. ومن الحاجات الحلوه ان احنا ان شاء الله هيبقى فيه في السنتر بتاعنا هتلاقي فيه صور بوستر كبير بالصور الجماعيه اللي احنا صورناها والصور الفرديه بتاعت ال 10 اوائل وكام ان شاء الله. بعد ال ما انا هقول لك لسه بعد التصوير على طول يا جماعه ان شاء الله. بعد التصوير هناخد ان شاء الله الفقره اللي هي بتاعت اليوفيه خلاص، الفقره اللي هي بتاعت اليوتيوب، بس ما حدش ياكل ويمشي لان هيبقى اجمل الفقرات على طول من بعد التكريم طبعا، الفقرات اللي بعد اليوفيه على طول ان شاء الله لو بقى حد يعني ان شاء الله هيبقى الفقره الفنيه. زي ما انتم شايفين يا جماعه
ان اغلب الناس اللي متابعه التلفزيون دلوقتي متابعه ايه؟ ان من اشهر البرامج اللي ناس كتير قاعده متابعاها قوي برنامج ذا فويس والانبهار والموضوع ده، والبرنامج بتاع البرنامج المعفن بتاع صوت الحياه ده خلاص اللي ملوش فيها خلاص علينا، وبيحاولوا يعملوا في اكس فاكتور وبرامج كتيره في موضوع المواهب، ومن قبل كده ستار ميكر والكلام ده. فزي ما انتم شايفين يا جماعه، احنا خلال فتره تعليمنا اتعلمنا ان المواهب ايه؟ ان المواهب بس مجرد يا اغنيه يا فنانه موهوبه يعني بتعرف تغني وتخلص مع بعض، فاهم قصدي؟ ان برضه ارتباط الموهبه بالمعصيه برضه، فالكلام ده غلط والله، يعني الكلام ده غلط. هل مفيش موهبه يرضى عنها ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني مثلا حد ما شاء الله زي مصطفى وزي هشام ما شاء الله، صوته حلو جدا، خلاص؟ هشوف ان هو ازاي بيستغلوا موهبتهم، وده اكتشاف، يعني انت هتفاجئ يا ماني دلوقتي. وده اكتشاف ان ما شاء الله ان استغلال موهبته للاغاني بدل ما هو مجرد اغاني مثلا او حاجات حاطه وكده في القران في 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 الصلاه، خلاص يعني في دفعتكم يا عاطف احمد اوقات دفعته من جاري محل الجزائر، خلاص صوته حلو جدا في القران وامام حلو جدا جدا. واقول لكم على حاجه، ده كان تعامل الصحابه مع ناس بصوتها حلو، يعني كان سيدنا عبد الله بن مسعود لقى مطرب يا جماعه بيغني، خلاص اصل في ناس بتحسبه من اغاني الوقت خالص، لا كان فيها اصحاب، لقى مطرب بيغني وكان صوته حلو جدا جدا، هل هزقه؟ هل شتمه؟ قال له انت بتعمل ايه يا فاسق يا كافر يا كذا؟ لا، قال له جمله، رمى له جمله وسابها له، قال له ما اجمل هذا الصوت لو تغنى بالقران. انت شايف الجمله؟ ما هو ولا قال له كذا ولا كذا ولا كذا، قال له ما اجمل هذا الصوت لو تغنى بالقران. فاحنا يا جماعه ان شاء الله هنعمل النهارده في الجزء بتاع الفقره الفنيه ميديكال ستودنت جود تالنت شو بجد بقى من غير حاجه حرام، يعني عليا مصطفى شعبان بما يرضي الله، خلاص كله بما يرضي الله، اوكي؟ فاهم واحد سواء حد ليه موهبه في الـ في الـ في الانشاء او الغناء، فاهم قصدي؟ بالاغاني الحلوه، فاهم قصدي؟ من غير حاجات غلط او كده وكلمات كويسه، موهبه في القاء الشعر، لو في حد مثلا من الولاد او البنات ليه في موضوع القاء الشعر وعايز يقرا حاجه معينه، لو حد ليه موهبه في موضوع الستاند اب، يعني لو على حاجه معينه ممكن تكون الناس كلهم رفضوها. على فكره انا عايز محمد سلطان بيظنوا تقريبا جاي، محمد سلطان وصف السنه. محمد سلطان جاي. محمد سلطان يا جماعه باستثناء الطب والكلام ده، الشخص ده موهوب جدا على فكره، ما بهزرش، يعني الشخص ده انت تلاقيه لما هو بيحكي حاجه معينه عنده بادي لانجوج قويه جدا جدا، وتحس انه بيعمل ستاند اب اصلا هو بيحكي اي حاجه بسيطه. طيب ماشي 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 خلاص. فالمهم فاحنا ان شاء الله هنشوف المواهب، ففي مواهب ادائيه مواهب ثقافيه. واحد يا جماعه مثلا من وجهه نظري، وجهه نظر شخصيه ومؤمن بيها جدا جدا من اول ايام عرفته فيها، انه من اكثر الناس الموهوبه والمواهب المدفونه في الدفعه دي فعلا، واحد زي دكتور عبد الحفص سويد. انا شايف ان من اكثر الناس اكثر الناس ثقافه، اشهد لعبد الحافظ ان عمري ما شفته الا قليلا جدا الا ومعاه كتاب. الغريب بقى الغريب ان مش بيبقى كتاب صغير او كتيب، لا كتب 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 يعني ودايما اقول له طب حاول انت تفيدنا الحاجات دي، حاول فبجد تستغلوا الراجل ده يا جماعه قبل ما ينشغل ايه بالطب، لان للاسف يا جماعه الطب بيدفن المواهب، للاسف الطب بيدفن المواهب، فنفسنا دايما موضوع لو حد ليه موهبه انه ينميها، يعني لو خلاص يا جماعه كنا خلال الكورس بنحاول ان احنا الناس اللي ليها مواهب في الرسم خلاص والتلوين خلاص، ولو حد موضوع انك تعمل ميه بارنجز او شجر في المذاكره والكلام ده، حاولنا ان احنا ننميها على قد ما نقدر، وخدنا اغلب منهجنا كده، وكذلك بفضل الله بيسالني برضه ناس معينه شافوا الكلام ده في البطن وكده، خلاص فاحنا عايزين ننمي المواهب دي بعد فقره، وهنلاقي مع بعض افضل موهبه، وهنلاقي مع بعض افضل موهبه ان شاء الله انتوا هتختاروها بعد كده يا شباب. هيبقى في دكتور، هيبقى في فقره المسابقات ده، خلاص دي هتبقى اخر فقره. اظن كان في بعض الناس اللي متابعين معانا في الكورس كان في منافسه مشتعله ما بين فريق الولاد وما بين فريق البنات في الام سي كيو بالذات، وكانت بتبقى معارك تار بايت، خلاص دول يكسبوا مره ودول يكسبوا مره، وفي اخر مره احنا عملناها تعادل عشان ايه محدش يبان زعلان. النهارده احنا في اخر ايه لقاء ليه علاقه بصنع مبعث،
في كل المجالات عشان ما حدش يقول لك لا يا عم ماليش في كذا او ماليش في كذا. خلاص مسابقات طبيه سهله خلاص، وحاجات دينيه خلاص، وفي معانا جوائز كتير وحاجات حلوه ان شاء الله. فهنشوف توتال بقى يعتبر فينا بشكل انديفيدولي، فلان لوحده او فلان لوحده، ده بشكل عام يعني فريق الاولاد او فريق البنات. ويعني ممكن مثلا ناجي جاوي هو ياخد الهديه ليه شخصيا، بس النقطه بتاعته محسوبه لفريق الاولاد. فاهم قصدي؟ ونشوف توتال بقى مين اللي هيبقى غير خلاص فريق الاولاد او فريق البنات. ان شاء الله مش هنطول، ان شاء الله ساعه ونص مثلا. ان شاء الله ان شاء الله المفروض هيجي لنا دكتور محمد عرفه، وقلنا ان هو جاي ان شاء الله كان جه السنه اللي فاتت. دكتور شريف رفعت برضه المفروض ان هو جاي، بس هو مشغول عنده فاحتمال يجي متاخر خالص. فنشوف ايه النظام ان شاء الله. ودكتور علي برضه مكروه في الشغل دلوقتي، انا مأجز له خلاص، انا مأجل كل حاجه عشان فنبدا فورا ان شاء الله. اول فقره هنبدا بيها ان شاء الله، وخير ما نبدا بيها يا جماعه حفله النهارده ان شاء الله، ايات من القران الكريم مع زميلنا الدكتور مصطفى ستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنت خاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. دي يا شباب موهبه ولا مش موهبه؟ بجد يعني دي موهبه ولا مش موهبه؟ بجد لو مش واخد بالك من حاجه، شغلك ما شاء الله من غير لا ماسك مصحف ولا حاجه من قلبك. بجد انا من الحاجات والله يا جماعه اللي كام مره واحد سالني سؤال في اخر يوم في كليه الطب، عمري ما انساه، انتوا قربتوا منه ان شاء الله. انا عاطف اخر يوم في ام سي كيو النساء، ده بيبقى اخر يوم في الطب خالص. واحد يا رب مقبل يا رب ربنا يفك اسرك يا رب من الطب. واحد قال انت عارف احنا ذاكرنا كام صفحه من اول ما دخلنا طب؟ فبقول له كام؟ قال اقسم بالله انا قعدت امبارح بعد ما يأست مني افهم حاجه في الدي سي كيو والكلام ده، قعدت اشوف الكتب اللي محطوطه فوق بعضها بتاعت الست سنين اجمالي. بيقسم بالله العظيم يا جماعه انها كانت فوق ال 10,000 صفحه. انت متخيل؟ واكتر من كام في الاصل؟ فوق ده البطنه الوحيده 1236 صفحه. البطنه الوحيده خلاص؟ فقال لك ان اجمالي المواد بتاع الطب بيعدي ال 10,000 صفحه. الشخص يا جماعه اللي بكلمكم عليه ده مش ملتزم اصلا ولا في دماغه. قال انا سالت نفسي سؤال واحد بس. انا قدرت ان انا احفظ 10,000 صفحه واذاكر 10,000 صفحه واكتر ومش عارف احفظ 600 صفحه؟ يعني القرآن يا جماعة كله على بعضه 600 صفحة، وطبعة المدينة يعني الطبعة بتاعت الشرير اللي كانت 522 صفحة. فإزاي فعلا المفروض طالب طب ده ربنا سبحانه وتعالى بمكنه بمهارات حفظ غير طبيعية، اللي قدر إنه يحفظ الكوميونتي ب 2 اس و 3 اس و 5 ام والكلام ده
وإيه بي سي دي للصبح ده إنسان خارق القدرات بجد. فالإنسان ده ليه؟ زي ما أنت بتعرف إنك تقسم وتنظم وتظبط، حط تبع أولوياتك بجد. إيه إنك تحفظ القرآن على قد ما تقدر أو ما تيسر منه؟ عيب قوي لما تبقى راجل دكتور كبير وفي المستشفى بتاعتك ولا حاجة، وتلاقي إنك بعد ما خلصت عملية الطاقم بتاع اللي كان شغال تحت إيدك في العملية والمرضات والكلام ده يقول لك اتفضل إيه بي بي يا دكتور، لأن اعتقاد منهم إن أنت كذا وكذا، ولكن مش حافظ قل هو الله أحد وقل هو رب الفلق والناس. أنا فاهم، أنا فاهم الفكرة حبيبي. ازيك يا باشا؟ حبيبي الراجل كم نورنا يا عم من الأزهر، ربنا يبارك فيك. خير من بالنا بالنا على الأزهر، ناس دولية يا جماعة، مش ربنا يبارك فيك. فالمهم فيا ريت يا جماعة كل واحد والله يحاول يفكر في الموضوع ده. انت لما تخلص طب اوعى تحسب انك هتفضى، انت هتنشد والله بجد. اوعى تحسب ان انت خلص طب وافضى بقى، ابدا. هتخرج من الطب للتكليف، التكليف للنيابه، الماجستير، الدكتوراه، المذاكره، الغرف اللي انت بتذاكرها. فاعرف لعلمك سنه خمسه فيها وقت فراغ هي وثابته في اول السنه اكتر من اي سنه ثانيه، فحط في بالك الموضوع ده ان شاء الله. هنخش بقى دلوقتي يا جماعه في الجزء اللي هو بتاع الطالب المثالي والطالبه المثاليه، الطالب المثالي والطالبه المثاليه. احب اعرفكم مثال معين عشان الناس اللي معانا من رابعه جديد يبقوا عارفينه برضه. انا من اول يوم في السنه بحط في دماغي اليوم ده نقطه ان مين اللي هينتقى ويستحق ان يكون الطالب المثالي والطالبه المثاليه. فبتحط هناك كرايتيريا معينه بتحط على اساس هذا الاختيار في الاخر. الطالب المثالي ده يا جماعه الاخر جميل جدا جدا، واحد يفرح ان هو بقى الطالب المثالي خلاص او الطالبه المثاليه. وانا في طالب مثلا من ايام ابتدائي واعدادي وثانوي كنت ببقى انا شخصيا حريص على اللقب ده جدا. ويمكن السبب في كده ايه؟ ان من وانا في ابتدائي كنت ببقى بغضب جدا الشخص مثلا هو في سنه خمسه الطالب اللي بياخد ايه؟ جائزه الطالب المثالي، وعاوز اتخيل يا ترى فرحه والده بيه وفرحه والدته بيه، واقعد اسال طب ايه انتوا اخترتوه على اي اساس؟ طب هو مثالي عشان بيعمل ايه يعني؟ وهكذا. فبدات فضل في اعدادي وسنه وفضل الله كنت بحصل على اللقب ده الحمد لله، لدرجه ان فضل الله كنت بتصعد فيه على مستوى المحافظه والتصفيات على مستوى الجمهوريه وكده. فالفكره يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى حتى في الدين، في الدين حببنا في الوصول لده انك انسان تكون انسان مثالي في كل حاجه. لما ربنا سبحانه وتعالى يتمنك على بعض الناس يقول لك سيدنا سليمان نعم العبد انه اواب، واذكر ايوب قال واذكر عبدنا داود، وهكذا. ان ربنا سبحانه بيثني على الابد. فانا حطيت في دماغي نقطه معينه، اولا الالتزام بالحدود، ان الانسان اللي يكون قدر الامكان هو الاقل غيابا، الناس الاقل غيابا في الكورس قدر الامكان. هذا اول نقطه. النقطه الثانيه الانسان الاكثر التزاما بالمواعيد برضه. يعني انت عارف ان احنا في كل مصير ايه؟ انت عشان تعرف موضوع المستشفى والكلام ده، واكيد كنت بتاع الموضوع ده مع دكتور شريف وبعض الناس. اي دكتور بيبقى مطالب بنيابه او مستشفى او كده فيه بهدله في المواعيد، شيء بقى اراده. الانسان الغريب الوحيد اللي عمري ما انسى مواعيده ابدا دكتور عبد المتعال. دكتور عبد المتعال ده قدوه عبر العصور في المواعيد. انا كنت بقول له انت انسان عجيب. كان يبقى معاد مثلا الساعه 8، الراجل 8 ل 5 قاعد موجود وبيستنى الناس، راجل قدوه في المواعيد. فربنا يا رب يرزقنا كلنا الالتزام بالمواعيد. خلاص ايه؟ ودكتور محمد حابب برضه ما شاء الله. فمساله الالتزام بالمواعيد دي حاجه طبعا جميله جدا، يا ربنا يرزقنا كلنا. فدي نقطه. النقطه الثالثه، انتوا كنتوا عارفين ان احنا كنا خلال الكورس يا شباب بنسال كل حصه شفوي وبنمتحن كل شابتر تحرير. فانا برضه متابع من الاول مين اللي كان اكثر مواظبه على المذاكره حصه بحصه برنس اساسي حاجه الصف الاول خلاص، والامتحان شابتر شابتر. انت فاهمين انا بقول لك على برامج اللي في دماغي. بعد كده يا دكتور موضوع انك الاجتهاد في المذاكره. خلي بالكم يا شباب في فرق ما بين الشطاره الفطريه، حد بفطرته شاطر وعنده قدرات عاليه وكده، وما بين وما بين حد مجتهد، حد مجتهد. في ناس يا جماعه، في ناس واحد مثلا زي دكتور مصطفى ستان، والله من غير مبالغه ولا هزاره ولا عشان هو قاعد جنبي ولا كده، الراجل ده وصل بسم الله ما شاء الله والحرارة تاني بالله
من الاجتهاد في الرمض انه بقى فعلا اعرف نقط معينه في الطب انا شخصيا مش عارفها، ودي حاجه ما كانش منها ابدا. لا لا ده كنت حابها جدا منها. في نقطه ايه؟ في نقطه ان الناس اللي كانوا تابعين نقطه مسلسل تاني طول السنه هو بعض زمايله خلاص، زي الدكتوره فاطمه والدكتوره فاطمه منير والدكتوره منى وكذا حد، كانوا عاملين تقريبا جروب اول السنه بتاع الراوند الاول تقريبا، او كان اسمه ايه؟ الراوند الثالث، وكانوا طاحنين نفسهم ما شاء الله من اول السنه ام سي كيوهات وطحن وشغل قوي جدا جدا من اول سنه كده. وعايزين يا جماعه نتفق على حاجه وتقع فينا كلكم. اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى وعد في القران وقال انا لا نضيع اشهر من احسن عمل. هي مش سامع يا جماعه بس بيقول لك ان الله لا، لا هي الايه انا لا نضيع اشهر من احسن عمل. واعرف ان الرزق مش كله درجات، الرزق مش كله درجات، يعني اكيد طلبه في طب كتير جدا جدا مجتهدين فاهم قصدي؟ بس ما تعينوش مثلا في الكليه خلاص، او ما درجاته مش امتيازات، ربنا هيعوضك، ربنا هيعوضك دنيا واخره. يعني انا هقول لكم على حاجه، ماده زي ماده الرمض احنا دفعتنا او الدفعات بيتعين الثاني على الدفعه بس، بيتعين الثاني على الدفعه بس بس خلاص، والباقي هنا يا باشا مؤقت بما ان هي باشا مثلا مؤقت. فانا واحد من الناس كنت بفخر وبشرف في كل حفله ان انا اتباهم كده وان انا اشكر دكتور احمد الوهيدي. يا ريت يا جماعه بعد اذنكم سقفه وتحيه لدكتور احمد الوهيدي. ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس فلم يشكر الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس فلم يشكر الله. انا اينما انا فيها واي علم في الرمض واي ذره علم في الرمض كاساس، الراجل ده انا بشهد ان هو اللي علمني وهو اللي اسسني، وانا بفخر بفضل الله من ايدي من تلامذته، وبفخر بفضل الله ان هو لما يسلم عني بفضل الله بيثني عليا سلام حسن الحمد لله. والراجل ده من اكتر حاجات اللي ما نسالوش موضوع التشجيع. دكتور الوهيدي كان حاططنا في مجموعه الوحيده الناس اللي هي الاوائل وكده، وانا كنت مش من العشر الاوائل ولا حاجه، بس كان هو ملاحظ من بدري موضوع اجتهادي وراه وان انا بكتب وراه وان انا بعمل مذكرات وكذا 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 وكذا. قال لي والله يا محمد وانت قاعد وسط الناس دي كلها ايا كان درجاتك اخر سن، انت احق واحد انك تكون الاول على الدفعه، انت احق واحد انك تكون الاول على الدفعه على الاقل في الرمض. قال لي انا بقول لك وانت وسط زمايلك اهو، حتى لو انت ما طلعتش الاول على الدفعه في الرمض، انا بقول لك اهو انا استاذك انت احق بانك تكون الاول على الدفعه في الرمض. والمذكرات والشغل اللي انت عامله فيها ده، انت لما ربنا يكرمك ممكن حد يذاكر من وراك فيه لازم ان شاء الله يكون من الاوائل. فاللي حصل اهو، انا مثلا ما اتعينتش خلاص صف رمض لان ده الثاني على الدفعه، وشيء منطقي زي ما انتم عارفين كمان ان الاول على الدفعه توتال بيروح فين؟ غولين. الاولى على الدفعه توتال بتروح فين؟ الرمض. فاللي خد الرمض كمان الاولى على دفعتنا، ففعلا حلم عيني منام. بس اللي هي فدفعتنا الدكتوره لا كان في دفعه انا مش فاكر تقريبا مين اللي كان ايه خد المركز ده في دفعتنا خلاص دكتور ايه تقريبا حاجه زي كده في دفعتنا. فالهرب دكتور ايه كورس زي اللي احنا خدناه ده فضل دايما ده رزق ولا مش رزق؟ درجات زي اللي انتوا جبتوها دي ما شاء الله، لما يبقى ما شاء الله من اعلى الكورسات اللي فيها اكبر مستوى نجاح واعلى مستوى امتيازات، لما يبقى ما شاء الله الحمد لله اكتر من 70 80% من طلبتك جايبين امتياز، وكل سنه بفضل الله ربنا بيكرمك بالناس الاوائل على الدفعه والمركز الاول على الدفعه من اول سنه تيجي فيها ما شاء الله، من دكتوره جهاد صالح الاولى على الدفعه في رمض، وبعدها دكتوره سامي سامح الاولى على الدفعه وهكذا، وكل سنه بفضل الله. ده رزق ولا مش رزق؟ اعزل اللي احنا قاعدين فيها ده رزق ولا مش رزق؟ فاعرف كده. فعايز اعرف اخواتي الناس اللي قاعدين ان كونك مجتهد يا دكتور وانت مثلا ما تعينتش خلاص ده مش نهاية الدنيا، ده مش نهاية الدنيا. تعرفوا يا جماعة طبعا دكتور في الكوميونتي والشرع اسمه دكتور محمد كامل فرج، تعرفوه؟ دكتور محمد كامل فرج كان سنة من السنين رئيس قسم الكوميونتي. في دكتور اسمه دكتور أحمد الشيخ. أحمد الشيخ ده كان مجتهد جدا في الكوميونتي وما كانش تعين ولا حاجة. الدكتور خلاه يخش راوندات ويشرح راوندات وزمايله ما دخلوش وشكاوى كيديه وبتاع، دكتور محمد كامل خرج بره الايه؟ رئاسه القسم بسبب الحاجات الجميله الرائعه اللي كان من افضل كل اللي في قسم الكوميونتي. يشهد ان من افضل الناس اللي مسكت القسم ده وطورته الدكتور الاجنبي بالفكر الرائع خلاص دكتور محمد كامل فرج خلاص.
فالمهم فاللي عايزين نقوله يا جماعه ان الطالب اللي انا اخترته ان يكون الطالب المثالي هو بجد دكتور مصطفى ستاني اللي احنا حيقول لنا يا جماعه بجد المثالي. والطالبه اللي اخترتها انها تكون الطالبه المثاليه هي دكتوره فاطمه عيد. زمايلهم ملاحظين اجتهادهم وتلاحظوا نقطه معينه ان على الرغم ان في ناس ما شاء الله اوائل وكده ان شاء الله معانا يعني هم ما هماش المركز الاول المركز الاول ده حبيبي الانسان الثاني خالص ان شاء الله الدكتور هشام ربنا يا رب يبارك فيه. بس انا زي بقول لك ايه كلكم اكيد كويسين وما كنتوش كويسين ما كنتوش في الاوائل بس انا كنت بقول لك البارامترز اللي انا كنت ايه واخد ايه عليه انت ان شاء الله حاجز في البطل ايه السنه الجايه يا رب ان شاء الله. فيا ريت ناخد كلمه ان شاء الله من الطالب المثالي الدكتور مصطفى ستان ثم الطالبه المثاليه الدكتوره فاطمه عين وناخد معاها كلام عام مش عايز حد يقول لي انا ما اعرفش اتكلم. لا احنا عايزين نتكلم كلنا واي حد يا جماعه عايز يتكلم النهارده خلاص او يقول حاجه او ملاحظه او حاجه فاهم كلها ايه نظام زي ان شاء الله اتفضل. وفي الحقيقه صراحه الواحد ما كانش محضر اي حاجه فعلا زي ما كنت بيقول بس اشكر حضرتك يا دكتور صراحه على الجائزه. الواحد لما كان داخل الكليه دي وكان مخيلته بقى يعني اصطف جامعه وحاجه كبيره بقى وكده كل ما كان بيقدم في الكليه كل ما كان بيلاقي الاجسام اللي ما كانتش باينه له ما كناش بنلاقي حد يقولنا عليها. ففعلا الواحد على بال ما وصل لسنه رابعه وسنه خمسه وسنه دلوقتي ما بقاش الهدف بس ان انت تتعين في الكليه وبس بقى الهدف ازاي نكون دكاترة محترمين. بجد والله احنا مفتقدين اخلاقيات المهنة. احنا ترتب على دكاترتنا بيدرسوا لنا اخلاقيات المهنة وهم مش بيطبقوها في العادي. دي نقطة. النقطة التانية الأهم إن احنا بنطلع ست سنين منا من هو متفوق ومنا من اللي مش متفوق لكن تلاقي ان احنا على مستوى الطب صفر حقيقي بنلبخ العيانين بمعنى الكلمه. فلا هو عقد ربك فوق كده المبدا ده احنا ممكن نمشي مع الامتحانات اقول لك ماشي انما مع المرضى هقول ربنا ايه؟ معلش يعني هو في الامتحانات ماشي عقد ربك فوق بس مع المرضى لوز. فطبعا هي مأساة وبعدين مش بتكلم خيال علمي لان انا برضه واحد الحمد لله قابل في حياته بقاله سنتين اهو يمكن اكتر مأساة كتير اخطاء بالهبل وتشخيصات غلط والناس بتموت والناس بتعاني طول عمرها وتلاقي سبب في الاخر اخطاء دكاتره وتلاقي الناس ما كانش عندها مرض اصلا وماشيه مع الدكاتره في سكه تطلع مع الدكاتره بامراض يعني الدكاتره هي اللي عندها المرض. فبقاش الهدف صراحه عندي خالص ان انا يعني قصه ان انا اكون ان انا اكون متفوق او مش متفوق ما هياش مهمه عندي قد ما ان اكون عارف هو المبدا اللي خدته في حياتي ولا هدي بيه المبدا اللي خدته في حياتي عمري ما احط ايدي في مواريد على حاجه مش عارفها حتى لو كانت تخصصي مع احترامي مش عارف اجيب اللي اعلى منه ما عنديش فيها اي مشكله ما انا مش هعمل برستيج على حساب حياه مريض ده ما فيهاش نقاش يعني يا جنة يا نار دي ما فيهاش نقاش حياة الناس ديت يا جنة يا نار من أحياها فكأنما أحيا الناس اللي فيها. شكرا والله بجد واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا ان ان لم تقل من اجر من احسن عملها فان شاء الله كل كلمه انت ذكرتها وكل حاجه انت عرفتها هتفيدك لما تبقى دكتور ان شاء الله في مهنتك وشغلك مع الناس يا رب اشوفك مصطفى ان شاء الله في احسن مكان ان شاء الله. مش فاضي يا دكتور فاطمه؟ ممنون. مش فاضي يا دكتور فاطمه؟ أولا يا شباب كنت بقول الشيخ بس هو أصلا أنا مش طالبة مثالية ولا حاجة مش عارفة أي شيء يا سنة رابعة كنت والله من السنين كويسة جدا في الأول ما دخلت الكلية أول سنة كنت تقريبا عالي كده
بالترتيب اللي هو ايه النجومي خلاص ان شاء الله في الاخر اوكي ان شاء الله يبقى معانا ايه جوائز بسيطه كده ايه الاول ان شاء الله بس عايزين ان شاء الله اللي يبقى حد من الاوائل نحييه تحيه كويسه جامد جدا ان شاء الله ماشي نتبص بيها ان شاء الله ماشي يا شباب طيب احنا هنبدا من المركز العاشر هنبدا من المركز العاشر ان شاء الله خلاص فالمركز العاشر ان شاء الله يا جماعه دكتور شريف عزة المحلاوي يعني يا جماعة ايه كل واحد يجي بس تصور بقول الصوت كامل امسك الشاشة انا عايزين نطلع الصوت دي بقى كلها عشان احطها في الوضعية لو قلت لكم عليها ماشي بالنسبة للمركز التاسع احنا عندنا اثنين في المركز التاسع جايبين نفس الدرجة فالمركز التاسع معانا دكتور حبيبي مصطفى باشا ستان حفظي جاوبي المركز التاسع مكرر يا جماعة هي مش موجودة معنا إن شاء الله حد زمان يستلم لها الجائزة بتاعتها إن شاء الله دكتورة مريان فهمي حيوها يا جماعة إن شاء الله حريق إن شاء الله استلم لها بعد كده يا جماعة المركز التاني المركز الثامن ان شاء الله دكتوره منة الله مصطفى كامل فاضلة مثالية بشكل رائع حي دكتور خالد فوزي فرصة سعيدة جدا باشمهندس ومنورنا جدا 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 ما شاء الله بارك وحرك رب ان شاء الله بالنسبة للمركز السابع دكتورة دينا الخولي
المركز السادس دكتورة هديل جمال الغمري. المركز الخامس لعل نستنى ساعة دكتورة دينا محمد البدراوي. المركز الرابع دكتورة فاطمة عيد عبد الباهي. ما شاء الله اللي هي شهادة الطالبة المثالية إن شاء الله. المركز الثالث دكتورة غادة عادل بابوش. المراكز الاول والثاني بنات اول سنه اخيرا حبايبي المراكز الاول والثاني صبيان. المركز الثاني حبيب قلبي الفنان هشام علي فوزي. والآن مع البرنس الكبير الذي فجر المفاجآت وفاجئني بيه أنا شخصيا أول واحد وبجد بجد أنا من أكتر الناس اللي كنت فرحان بيه الأول على الرمد والأول على البطنة السنة الجاية إن شاء الله دكتور هشام علي نعناع. تسلم يا باشا. بالنسبة لا طبعا في حاجات سبيشال خاصة بينه وبينه هو بالنسبة بقى لبعد العشر دوائر
الحمد لله واغلب الناس على راي امير فضل الله ناس كتير جايبه طبعا امتيازات الحمد لله اغلب الناس الحمد لله انما الحمد لله انما من اغلى الامتيازات اللي فرحتني على الاطلاق جايزه اغلى امتياز احمد باشا اليمان الطالب اللي متاكد انه جاوب من فهمه فقط اكتر امتياز في حبيبي في السنه كلها والله بعد يا جماعه اغلى امتياز اهم امتياز لاحد الساينتست اللي ما كانش ينفع باي حال من الاحوال انه ما يجيبش امتياز دكتور عبد الحافظ سويدا نصور كذا صورة جماعية مع بعض ان شاء الله لان ان شاء الله توك هيتعمل عليها بوستر كبير ان شاء الله فيها الصور الجماعية والصور الفردية بتاعت الاوائل ان شاء الله وهتبقى معمولة في السنتر بشكل كويس ان شاء الله ولو حد ليه افكار فيها خلاص او في وقفة معينة او في تجميعة معينة او كده نقبلها اوكي وبعد الفقرة وبعد التصوير ان شاء الله هيبقى في البوفيه ان شاء الله الوجبات بعد كده ان شاء الله هنبدا الفقره الفنيه على طول اللي مرجو منكم بعد اذنكم اللي عارف احنا كده مش هنطول احنا كده ولا احنا مش هنطول ان بجد بجد لان بتحضر حاجات كويسه وزميلكم عاملين حاجه حلوه جدا 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 وانا دكتور عبد الحافظ كان عنده مشاغل قويه جدا 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 وكان فعلا هيعتذر ومش جاي وانا يعني كان ناقص فلوسي فالراجل بجد جلاله عليه فقره لوحده ان شاء الله واحنا كده ولا كده ستة ان شاء الله نكون مخلصين كل حاجه قبل ستة ان شاء الله نكون مخلصين كل حاجه فعشان ايه ما نبقى كلنا ايه مبسوطين مع بعض فاحنا يا ريت ان شاء الله نصور مع بعض دلوقتي صور جماعيه ممكن نشوف هنا وممكن بره نلاقي ايه لوكيشنز حلوه مع بعض ناخد احسن حاجه ان شاء الله ماشي ما فينا اصحابنا كل حاجه ساعه كل الناس بتقول لي بقى ايه ده صباح الخير بقى بعض ايه بصوا ايه
أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحضري أنت ناد
شايف نفسك وواقف فين؟ شايف نفسك وواقف فين؟ أبعد واحد شايفها عين، ولا عملت اللي يخليك واقف جنب رسول الله؟ لو بتحبه وهو حبيبك، ايده هتبقى يوميها في ايدك، وهتطمن مش هيسيبك، ويدخلك الجنة معاه، ناسيين وعايشين من رزقه، نتنفس في هواه، خايفين يوم ما نقابله نبقى مش جاهزين للقاه. مين هيعد صراطه بسرعه؟ مين فينا هيستنى؟ لو فينا الخير يبقى هنتقابل على باب الجنة. في الوقت في حد الاول قبل ما نكرر، كنا المفروض دكتور عبد الحافظ باشا فؤاد، انا قلت ان انا لو كان عندي قناه فضائيه خاصه بيا الشباب كنت اخلي بجد عبد الحافظ سويلم يقدم برنامج فيها. عارفين يا جماعه البرنامج بتاع عصير الكتب مثلا بتاع بلفر، ان هو ازاي لما يبقى حد مثقف وروش ممكن ان هو يعمل برنامج كويس جدا جدا. فانا قلت ان انا يبقى نفسي ان انا لو عندي قناه اعمل عبد الحافظ برنامج واسميه فيزو شو. انا نور الله من برنامج فيزو شو. اتفضل حالي اتفضل يا فيزو. يلا بس ايوه فيجن عليا. بص اسمه ايه؟ فافتكرت اقول ايه في المزنق ده، فقعدت افكر كده ما لقيتش حاجه اقول لها يعني. وانا ماشي كده يعني بالصدفه راح لواحد صاحبي، يعني كان صاحب عزيز يعني، وانا معدي كده كان المفروض ان هو ساكن كده وينزل لي من عماره. صاحبك برضه ساكن في عماره كده، تخيل ان دي عماره مثلا وهو ساكن فيها وهو نازل. فهو نزل من عماره كده وكان المفروض كويس، والحته دي المفروض جنينه خالده كده تمام. فالمفروض هو ما ينزل يجي لي كده على طول زي بقيه البني ادمين الطبيعي. هو نزل وشه ليا كده، وبعدين ثانيه لقيت وشه طالع كده وماشي كده وجاي من كده لافف يعني. فقلت له يعني طب ليه كده يعني؟ انت بتمشي كده ليه يعني؟ قال لي هو وليه امشي من نص كده يعني؟ قلت له عادي يعني، طول الوتر دايما بيبقى اصلا من طول الذراعين مع بعض يعني. هو قال لي طب تتخيل ان الراجل مثلا اللي عامل الزرع ده هو كان لما عامل الزرع فكر ان احنا هنمشي عليه، كان عامله عشان كده. فقلت له هو انت عندك حق يعني، بس لو احنا فكرنا بالمنطق ده مثلا يعني هنلاقي مثلا الفياجرا كانت لسه بتستخدم في علاج القلب يعني. مين؟ تمام؟ الفياجرا كانت لسه بتستخدم في علاج القلب. لو فكرنا بالمنطق ده هنلاقي الديناميت لو فكرنا بالمنطق ده برضه هنلاقي مثلا ان الديناميت لسه بيستخدم في التنجيم والمعادن والحاجات دي يعني. ما كانش فيه بقى حرب عالميه ثانيه، ما كانش فيه ناس ماتت يعني كده يعني. فقلت له طيب يعني قشطه، بس الفكره ان احنا لو جينا برضه حسبنا قدر الاستفاده من ده وقدر الاستفاده من ده هنلاقي ان احنا مثلا الديناميت استفدنا منه اكتر في الحرب العالميه مثلا يعني. هنلاقي مثلا اي حاجه ثانيه استفدنا منها اكتر يعني. تمام؟ حضرتك النهارده امبارح يا ريت هو كان قلب
ده ينفعش طب تخيل كده يا امير مثلا لو انت مثلا واحد كده قاعد وعندك مثلا نفس امكانيات المواطن الاوروبي يعني انت مثلا جاي كده واقف واحد اوروبي معدي من قدامك كده بيقول لك انا اوروبي تقول له يعني ما انا عندي نفس الحاجه تخيل هو ده كان حالنا في زمن من الازمان كان حالنا تقريبا حوالي قبل القرن التاسع او حاجه زي كده يعني كان نفس عندنا نفس ما عند اوروبا كنا راس براس معاهم بس الفكره بقى ان احنا جينا في بدايه القرن ال 11 من 9 ل 11 مع بدايه النهضه الايطاليه وبعد كده بدايه النهضه الفرنسيه وبعد كده يعني بدايه النهضات يعني احنا كنا بقى واقفين مكاننا وقلنا ان احنا احنا كده في جيش عشان ينزل والله صاحب مرض قلنا ان احنا كده حلوين قوي وكده كده روز يعني والله انا هعمل اللي بيعمله في اي واحد الحياه ان هو مثلا يقوم من النوم يصحى ياكل يشرب يروح شغله مثلا يا رب العيز يشرب لبن اي حاجه ويرجع تاني يعني تمام ففي الفتره دي اللي احنا قلنا افتضينا فيها الواقع المرير ده هم كانوا سبقونا هم طبعا بتوع النهضه الاوروبيه سلطان ده راجل كان السلطان مش بس النهضه الايطاليه والفرنسيه طلع معاه فالنهضه الايطاليه والفرنسيه هم عشان هم بداوا يشغلوا عقلهم وبداوا ان هم يقولوا انا هعمل حاجه انا افكر ان انا هعمل حاجه وبدا يشتغل انت بقى ارتبط بالواقع وارتبط بالمواصلات بتاعته في الفتره دي اصلا انت كنت بتلاقي مثلا ايه يعني كل يوم مثلا القاهره تصحى الصبح تلاقي في اشاعه طالعه في البلد يقول لك ايه كنت النهارده من الصبح ما شفتش اللي حصل في معزه فوق طالعه في الكرسي انا لسه طالعه بتكلم الناس وقلت لهم يا جماعه اعملوا الخير ما تعطوش بعض والكلام ده ده حصل بجد دي مش حقيقه دي قصدي مش حقيقه مش حقيقه دي حقيقه وواقع والله مهرجه لا وكمان ايه يعني حتى لو مثلا تيجي تبص كده تلاقي ان التكبير الاشاعه دي من زمان قوي من زمان هم عندهم برضه نفس اللي حصل ده لهم ان كل واحد بقى خد الخبر حط التاتش بتاعه تمام وقال بقى ان المعزه دي قصتها بقى ايه؟ ان المعزه دي كانت مع جنود مصريين وجنود المصريين دولت اسروا هناك فحبوا يذبحوا المعزه دي حبوا يذبحوا المعزه دي تقربا الله عشان ربنا يعني فالمهم الراجل بقى الراجل اللي هو كان واقف حرص عليهم قال لهم بصوا انتوا مش هتجيبوا المعزه دي واخد واصل المعزه دي واخد معايا المعزه دي البيت عايز اسالك ابص رجلك صعبه واحس ان واقف معاك ولا نازلين بما تروح يلا صعب وبعد كده صعب لا هو انا لو مكان صعب اتقطع علاقتي بيه المعزه دي مش هتبقى صعب يلا صعب وبصعب انا كنت بس هو صعب ماشي بنص صعبك على ايام وما ساعدش ان في خلال المزنه ده يعني حكيت لصاحبه الموضوع فقلت له يعني هو قال لي الراجل لما ضغط على المزنه بتاعته وخدها قال لك ده المصريين بقى كانوا بيسمعوا بس المزنه عشان قال لك بس قال لي ان المزنه قال المزنه دي الراجل هو نايم كده بس بص بص قال لي ان المزنه دي مباشره لا في مشكله هناك فرجع المزنه رجع كذا المصريين وافرج عنه لما رجعوا بقى واحد بقى جاي بقى انا اخدت المعزه دي وعملت منها بقى ايه مزار جنب السيده نفسها وصار المعز والله يعني عارف اللي هو عم سلطان كده ايوه مثلا ايه صينيات اكل مثلا اللي يقف في النص كده يطلع مش عارف ايه اللي الناس ده ايوه احنا عندنا مصادر كبيره وغيره وغيره يعني مصادر البحر فالفكره بقى ان هم يعني المعزه دي يعني في نعمة ما تتوقفش بعض المصنع
انه كان عنده ظروف جامده جدا النهارده، انما الراجل عشان قلت له احنا كلنا عايزينك انك تيجي النهارده وفعلا الحفله مش هتبقى حلوه من غيرك. يا جماعه يا ريت تحيه كبيره لعبد الحافظ انه جه على الرغم من ظروفه. يلا يا جماعه احنا ان شاء الله بصوا يا شباب احنا هنلعبها في دور. لازم يا عم موقفك من الاول، هتلعب مع فريق الكوره مني ولا هتلعب مع فريق الولاد؟ ماشي يا عم ماشي. يلا شباب يلا حبيبي كده، فاحنا ان شاء الله احنا هنلعبها بفور خلاص. يعني احنا لسه اسئله عامه هنا وهنا، ونشوف في الاجمالي مين اللي كسبان في الاخر. ماشي يا شباب؟ طيب صلى الله عليه. هنسال الاول اسئله متنوعه، قلنا في الدين وفي الطب وحاجات ايه متنوعه. اول حاجه في الكوره بس عشان ماشي يا باشا. اول حاجه يا جماعه، هو طبعا كان الهدايا كان واحد عمل اللي هو يعملها، ان اغلب الناس اللي واخدين شهادات معاكم اغلى هديه في الدنيا المصحف كتاب ربنا سبحانه وتعالى، اغلى هديه من حد الواحد بيحبه جدا، وتقدر مثلا دكتور تحطه في الشنطه او حد يحطه في جيبه وكده مصحف كتاب من الاربع ما يكون. اول سؤال يا جماعه هديته ان شاء الله اللي هيجاوب السؤال ده خلاص. الاسئله اسئله سرعه، ركز يا دكتور، وزي ما كنا بنعمل هناك. تمام قصدي؟ كان حضرتك يا دكتور الاسئله